احنا النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الخاص بالبروجكت مانجمنت. تمام. وكنا احنا واقفين على تكوين الفريق، تكوين التيم، وازاي نمانج التيم نفسه اللي موجود معانا. واتفقنا ان احنا عندنا اثنين في البروجكت هم مسؤولين عن التيم. حد يفكرني بيهم كده؟ بروجكت مانجر ده المسؤول عن المشروع كاملا. تمام. والبروجكت تيم، البروجكت ليدر، البروجكت ليدر هو القائد بتاع التيم نفسه يعني. كنا عاوزين نعرف منكم كده، انتوا اوريدي اخترتوا التيم بتاعكم خلاص واخترتوا المشروع. تمام. فكنا عايزين نعرف ازاي البروجكت مانجر اختار التيم. مش شرط اللي احنا بنعمله دلوقتي او اللي احنا بنقوله دلوقتي هينطبق علينا كلنا، عشان احنا كلنا في الاخر طلبه، كلنا زمايل في الاخر، ولكن بيختلف شويه في الاداره نفسها بقى. يعني هيختلف لما تبقى انت فعلا بروجكت مانجر او بروجكت ليدر لفريق ممكن يكون اصغر منك، ممكن يكون اكبر منك، خلي بالك ممكن يكون مش في مستوى تعليمك، يعني مش هيبقى معاك في نفس المجال اللي موجود اللي انت بتفكر بيه، مش هيبقى من نفس سنك، فده هيبقى فيه تحديات كتير بقى. فانا عاوز اقول يعني فكر مع بعض كده، انتوا اخترتوا التيم على اي اساس، او ايه العوامل بصفه عامه بقى. حط نفسك دلوقتي ان انت في شركه وان انت فعلا بتختار تيم معين لمشروع معين. تمام. فاحنا عايزين نشوف ازاي العوامل اختيار التيم، عوامل اداره التيم نفسه ازاي، وايه العوامل اللي لازم تكون متوفره في البروجكت مانجر، ايه العوامل اللي المفروض تكون متوفره في التيم ككل. حد يفكر معايا كده، نقول اول حاجه خالص عوامل اختيار التيم نفسها زي ايه؟ العوامل اللي المفروض ان انا اتخذها كبروجكت مانجر او بروجكت ليدر وانا بختار التيم بتاعي. يبقى انا عندي عنصر مهم جدا او فاكتور مهم جدا بالنسبه لي، هو الكفء في المكان، اللي هو الرجل المناسب في المكان المناسب. تمام. بما فيهم البروجكت مانجر، خلي بالك يعني، وده اهم عنصر من العناصر اللي موجوده عندنا. تمام. عشان ده اللي بيدير الموضوع. فلو كان المدير نفسه مش كفء لاداره المشروع، فبالتالي يبقى المشروع ده نازل الهويه، او ده يعني فاشل لا محاله. فده من ضمن الحاجات دلوقتي. فاحنا بنقول الرجل المناسب في المكان المناسب او يبقى كفء. ايه تاني؟ ايوه، يبقى الشخص نفسه قادر يشتغل تحت ضغط. تمام. ضغط شغل وضغط وتغير مفاجئ، تغيير مفاجئ عندنا. عرفت ان اسئله الانترفيو مش هباء كده. تمام. ورك تيم، يعني ايه ورك تيم؟ بالظبط كده، ده مهم جدا عندنا. يعني الفاكتور ده مهم قوي عندي، ان انا لازم اكون بعرف اشتغل جوه تيم معين، عندي القابليه ان انا اشتغل. طب مش كل الناس عندها القابليه ديت؟ جميل جدا. يعني لو انت كبروجكت مانجر، انا شايف اكس من الناس هو كفء، وان هو شاطر جدا، وان هو هيعرف يشتغل تحت ظروف صعبه ومفاجاه. تمام. ولكن هو ما بيقدرش يتعامل في ورك تيم او تيم ورك. تمام. انت كبروجكت مانجر هتعرف تتصرف ازاي؟ دي ممكن يعني اقنعه او ادخله في التيم ازاي. تمام. يعني ان انا اتجنبه اصلا وان انا ما ادخلوش في التيم، وهو رغم ان هو كفء وان هو زي ما قلنا الشروط اللي قبل كده، الا ان انا ممكن ما ايه ما مش ما يعني اتجنبه او اتجنب المشاكل اللي ممكن تيجي من خلال الموقف ده. ده احد الحلول. بس مش انا كواحد او كشخص بيرسونال كده، ما يعني ما احبش ان انا اتحط في موقف النجلب، اللي هو الاهمال، ان انا اسيبه، ان انا اسيب الشخص دوت في المجال بتاعه كده. لا، انا احب التحدي شويه. طيب خلينا عشان نكون ما نتوهش من بعض، خلينا نقول خطوات معينه. تعال نقول اول حاجه خالص، طبعا نتفق ان اصعب اداره في المشروع هو اداره البني ادمين. ده في الدنيا كلها، ان انت يعني تتعامل مع بني ادمين. تمام. دي اصعب حاجه في الدنيا كلها، عشان تقدر تمانج ويمشوا طبقا لخطه معينه. فالمهم
ان اصعب حاجه هو ده اصعب تاسك موجود على البروجكت مانجر عشان يقدر يمانج المشروع كله. فهو لازم يكون متسم ببعض الحاجات او بعض الفاكتورز اللي موجوده عندنا عشان ينجح التيم اللي موجود عندي دوت. من ضمنهم الكونسيستنسي. يعني ايه الكونسيستنسي؟ تمام، لازم اعامل كل اعضاء التيم بتاعي تمام بحياديه. مفيش حد يحس ان انا بعلم الواحد افضل من التاني او اكتر من التاني، وما يبقاش فيه اي مميزات او اي امتيازات غير للكل. تمام، او بضطهد اي حد. طيب الريسبكت طبعا ده مهم جدا بالنسبه لي، لازم عامل كل التيم بتاعي باحترام في حدود الشغل اللي موجود عندنا، لا اتعدى على اي شخص من الاشخاص او اي عضو من اعضاء الفريق باي كلمه او اي فعل يكون ايه، يكون ما فيهوش اي احترام. الانكلوجن، فالاحتواء مش دي بس، اللي هو تلبي او ان انا انفذ احتياجات الفريق. تمام، ودي لسه هنشوف ايه احتياجات الفريق اصلا وايه احتياجات الشخص اصلا يعني. تمام، وكل واحد ليه المدخل بتاعه. ده مهم جدا على فكره في البروجكت مانجر. بديرها ازاي؟ الاونستي لازم اكون اونست مع الناس كلها، امين مع الناس كلها. احنا داخلين المشروع ده تمام وكله عقبات يا جماعه، احنا داخلين المشروع ده وفي مميزات حلوه وفي عقبات كتير، لازم نكون قد المسؤوليه اللي احنا داخلين عليها. ما ينفعش ان انا اخلي الناس تحس ان الدنيا وردي ويصطدموا في الاخر، او احسس الناس ان هم داخلين على ضلال وان الدنيا سهله بالنسبه لهم وهكذا. فلازم اكون عندي المعيار او الامانه ان انقل الصوره بشكل صحيح للفريق بتاعي. تمام، دي اهم العناصر اللي موجوده عندنا، او اهم العناصر او اهم المكونات اللي لازم تكون في البروجكت مانجر. تمام، عشان ايه؟ عشان انشئ فريق صح يعني. اهم حاجه تشجيع الفريق اثناء العمل نفسه. لا مش السبورت دي حاجه والتشجيع حاجه تانية. التشجيع ان انا اعمل لهم تلبيه احتياجات في عدم الشغل او لها علاقه، ليس لها علاقه بالشغل، بيرسونال. تمام، وهي حاجه شخصيه. فايه الاحتياجات اللي الشخص بيبقى عايزها اصلا؟ تمام، عندنا الهرم بقى، هو ده بالظبط. تمام، عندنا الهرم الايه، هرم الاحتياجات اللي موجوده عندنا، اللي هو بيبدا بالفسيولوجيكال نيدز، الاحتياجات الفسيولوجيه. تمام، الاكل والشرب والجواز والحاجات دي كلها، انا مش هجوزه طبعا ما اقدرش. انا عارف ممكن في الشركه مثلا انا كبروجكت مانجر، يلا يا شباب ايه اعزمكم على الغداء النهارده، طبعا عبد الله هيهز في الموضوع ده. لا انا مش بتاخدهاش حقيقي، انا بدي مثال، انا مش البروجكت مانجر بتاعك. تمام، فهو يبدا يبقى كده في، خليكم معايا، هيعزمهم على حاجه معينه. بس طبعا ده كل ده من خلال البادجت اللي هو حاطه في الكوست استيميشن. تمام، على حساب مين؟ العميل. انا مالي يا عم. شفت في الاخر بيطلع مين اللي بيدفع الفلوس. فالمهم البروجكت مانجر لازم يكون، بس بقى صوت، فلازم يكون ذكي وهو بيختار ايه النيتس اللي بيحققها لكل شخص اولا، او يحققها الفريق كله. فلما بيقول ان انا هعزمكم النهارده على الغداء، في بعض الناس اصلا ما بتحبش تاكل بره. تمام، ده في ناس كده اعرفها، استغفر الله العظيم يا رب يعني. فايه، فناس ما بتحبش، فلازم ابقى عارف كل واحد الاحتياجات بتاعته عامله ازاي. فاحنا قلنا اول حاجه هي الفيزيولوجيكال نيدز، الاكل الشرب الحاجات دي كلها. الامان، لازم يحس وهو في البروجكت مانجر ان هو مش مهدد ان هو يطلع من الشركه
او يطلع من التيم لاي ظرف من الظروف. لازم احسسه بالامان اللي موجود عندنا. تمام. سوشيال نيدز، الحاجات الاجتماعيه، لازم اشجع الناس اللي موجوده معايا تمام ان هم يعبروا عن نفسهم اجتماعيا. يعني اشجع واحد قدام الناس، امدحه، يكون عمل حاجه كويسه، لازم اديله مكافاه اجتماعيه، لازم يحس ان هو قدام المجتمع كده ان هو ايه، او قدام الفريق بتاعه ان هو عمل حاجه كويسه خالص. تمام. الستيم نيدز، يعني ايه الستيم نيدز؟ ان انا اقدره زي ما قلنا بقى ان احنا ممكن نجيب له بتاع دوت مكافاه، اجيب مكافاه عينيه بقدره بيها، اديله مكافاه من نسبه من اعلي من السالري بتاعه، اديله حافز معين وهكذا. تمام. السيلف رياليزيشن نيدز، عايز يحقق ذاته، اديله الفرصه انه يحقق ذاته في المشروع نفسه. ازاي دي؟ حد يفهمها لي دي. كل ما واحد بيعمل حاجه صح او حاجه ترفع من مستوى المشروع بديله امتيازات، فده محمود وده مكروه طبعا. ولازم ابين ان اللي ليه بقى، ليه الحته ديت مهمه جدا، وده ما بيحصلش على فكره في اغلب المشاريع للاسف. اللي بيشتغل بيبقى عاوز يحس ان هو عمل حاجه كويسه، ده اللي احنا بنقوله. فلو انا عملت، لو انا ما اديتلوش مكافاه، لو انا ما اديتلوش مكافاه، اذا الحماس اللي كان موجود عنده والرغبه في الشغل هتقل بكتير قوي. تمام. ليه؟ شايف اللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش، شايف اللي بيعمل حاجه زي اللي ما بيعملش حاجه. تمام. وعلى العكس برضه، اللي بيخلط غلطه في المشروع وما خدش عقاب، تمام، هيتنيه تمادى، وممكن يزود في العقاب او ممكن يزود في الايه، في المشاكل اكتر وهكذا. هي دي الفكره بقى. فدايما ما ينفعش ان انا واحد اساوي ما بين اللي ما بيشتغلش كويس واللي بيشتغل كويس. فاهم قصدي ازاي؟ فده انا لازم اميزه، ده لازم يتم تمييزه في الموضوع ده. تمام. فده بالنسبه للايه، للاحتياجات اللي موجوده عندنا. طيب بيقول لك لازم الجروب بتاعي يكون متميز بحاجة، اللي هو يبقى كوهيسيف. كوهيسيف دي يعني ايه؟ كوهيسيف ايه؟ متماسك مع بعضه. تمام. وبيكون ليه روح الفريق اللي هو سبيريت، تيم سبيريت. خلاص. فده لازم يكون ايه، متماسك، موجود عندنا. الفريق لازم يكون منتمي للفريق. يعني ايه منتمي للفريق؟ تعال نشوف لو انا في الهجوم مثلا، فريق كوره، لو انا في الهجوم، لو انا بنسميها اننت. يعني ايه اننت؟ يعني ايه اننت في الكوره؟ لوحدي. تمام. ان انا قعدت بيها لوحدي. ليه؟ عشان ابقى انا اظاهر، ابقى انا النجم اللي موجود في الايه، في الفريق نفسه. غير ان انا ايه، ان انا اباص الكوره لحد زميل ليا، تمام، عشان هو اللي بيجيب الجول. انهي الصح؟ التعاون طبعا. تمام. يبقى انا بفضل احتياجاتي الشخصيه والانا لازم تنزل عندي شويه، عن ان انا ايه، عن روح الفريق. يبقى لازم عن الفريق كله. يبقى في الاخر مين اللي كسب؟ الفريق كسب. مين اللي خسر؟ الفريق خسر. مفيش حاجه اسمها انا اللي كسبت او انا اللي خسرت. يبقى نلخص الكلام بتاع الانتماء بتاعي، افضل مصلحه الفريق عن مصلحتي الشخصيه. اهم جزئيه عناصر اختيار الفريق او شروط اختيار الفريق. انا كبروجكت مانجر، ايه العناصر اللي انا هختار عليها؟ تمام. وعلى اي اساس اتفقنا ان الكفاءه؟ انا بحاول بقى بالحاجات اللي احنا بنقول عليها ديت بقى، ان انا احاول احبب التيم كله ان هو يشتغل كتيم ورك، ان هو يشتغل مترابط ومتماسك.
ايمانه بالفكره وايمانه بالشركه لازم يكون موجود، تمام، ولازم يكون باستمراريه كل واحد طبقا لتفكيره. زي ما اقول لك كده، في واحد الكلمه الحلوه كلمه ان انا اشجعه بس وان انا اقول له جود جوب، تمام، هلاقيه طاير. واحد زي عبد الله ما بيحبش غير الغدا، تمام، لازم الغدا، تمام. واحد تاني لازم احسسه بنفسه في المشروع، لازم اخليه يبقى واحد متميز في المشروع، ظاهر في المشروع كده بس. فده بيجي بالانتماء بالشكل اللي انا بتكلم عليه ده. وطبعا مع بالظبط كنت لسه هقول لك، وطبعا ما ينفعش ان انا الكلمه الحلوه بس وفي واحد تاني لازم بالفلوس، لازم اعمل له السالري بتاعه عالي. طيب جوه قال لك بقى ليه العناصر او الفاكتورز الضروريه اللي انا بقيس عليها الفريق ده بنسبه قد ايه هيبقى كويس، او الفريق ده هيحقق حاجه كويسه فعلا. فقال لك من ضمن العناصر اللي موجوده عندنا اللي هو الجروب سايز، حجم الايه، حجم الجروب، حجم العدد بتاع الجروب نفسه، انهي افضل، لما يكون صغير لما يكون كبير؟ يبقى الافضل ما يكون صغير. ليه ما يكون صغير؟ مناسب للمشروع. انهي الافضل؟ ان انا كبروجكت مانجر اتحكم في ناس او مش هتحكم، ان انا يبقى الفريق بتاعي صغير اقدر اتعامل معاه، ولا الفريق كبير اقدر اتعامل معاه؟ انهي الافضل؟ الصغير افضل. بالظبط كده. انا بقول على حسب، صح، على حسب المشروع، ولكن انا بقول الافضل ايه. لو انا قدامي ان انا يبقى المشروع بتاعي فيه 20 وفيه 5، انهي الافضل؟ والخمسه مناسبين بالنسبه لي، تمام، العدد الاصغر. بالظبط كده. الجروب ستراكشر دي من اهم النقط في الفريق، تمام، اهم النقط. يعني ايه الجروب ستراكشر؟ يعني ما تعمليش هيراركي، ما تقوليش ده الجروب مانجر، ده البروجكت مانجر، البروجكت مانجر ويليه البروجكت ليدر ويليه مش عارف الاناليست ويليه البروجرامر ويليه كذا. دي احنا بنسميها الهرمي، وده من اخطر الانواع اللي موجوده او الاستراكشر اللي موجوده في التيم. بمعنى ان مثلا التستر يحس ان هو اقل من البروجرامر، البروجرامر يحس ان هو اقل من الاناليست، البروجكت ليدر يحس ان هو اقل من البروجكت مانجر. انهي الافضل؟ ده وحش جدا. ليه؟ كل واحد هيحس ان هو اقل من اللي معاه في التيم. لكن الافضل ان انا اعمل ايه؟ يبقى في تعاون بحيث ان هو ما يحسش، تمام، ان اي فرد الاوفيس بوي اللي موجود في الشركه اللي معانا في التيم ما يحسش ان هو اقل من البروجكت مانجر، تمام. ليه؟ كله بيشارك في الشغل بتاعه، كله شغال وبيعمل الشغل اللي مطلوب منه، تمام. مش معنى كده ان انا ما اديش تاسكات، مش معنى كده ان البروجكت مانجر يقول له طب خلي عنك انا هعمل انا الشغل عنك، لا خالص. معنى ان التعامل معاه ما يبقاش بصيغه الامر، ما يبقاش بصيغه الـ يبقى بصيغه الايه، مثلا ممكن يكون في المشاوره دي، ممكن يكون المشاركه في القرار نفسه. يعني لازم ادخله في القرار، عشان كده ما قلنا الاونست في الاول، لازم يكون في اون، في امانه في عرض المشروع نفسه. لازم اشرك كل اعضاء الفريق في المشاكل اللي موجوده في الفريق نفسه عشان يبدا يشاركني في الحل ويحس بالمسؤوليه معايا، تمام. فده احنا بنسميها الانفورمالي استراكشرد. يعني انفورمال يعني غير رسمي، استراكشرد غير رسمي. يعني ممكن تلاقي البروجكت مانجر بيشيل مع العامل الترابيزه عشان نعمل حاجه موجوده معانا هنا، مش هو يقول ان البروجكت مانجر ما عملش الكلام ده، تمام، وهكذا. يعني انا قصدي، انا بدي مثال بس بسيط كده يعني. فده الايه، ديت الانفورمال جروب الاستراكشر دي موجوده عندنا. الكوميونيكيشن بقى، الكوميونيكيشن ما بين ايه، الكومبوزيشن اللي موجود جروب كومبوزيشن، هم قالوا يفضل، تمام، او الدراسات يعني قالت يفضل التيم لازم يكون من الجنسين، تمام. قال لك نظره الذكور لبعض الاشياء، تمام، غير نظره الاناث اللي موجود، التشجيع اللي بيبقى موجود اثناء العمل، تمام،
يعني مثلا الراجل ما يحبش ان هو يحس بفشل قدام الست، تمام؟ فيقول لك انا هبدا اشتغل اكتر واعمل اكتر، مع ان دلوقتي ما فيش ولا بيهمهم، تمام؟ فبيشتغل اكتر، فيبدا يشتغل اكتر، فالانتاجيه بتاعته تزيد اكتر، تمام؟ على عكس الايه، على عكس والبنت نفس الوضع، بتحرك، تمام؟ ان هي يتقال كلمه ليها قدام ايه، قدام ولد، على عكس ان هم يكونوا بنات بس مع بعضهم وهكذا. ده بقول دراسات يعني، مش شرط يكون صح، تمام؟ لكن انا بقول ان والله في صوت، في دوشه، انا تركيزي بتفصل خالص لما يبقى في دوشه. فبعد اذنكم احنا بنتناقش مع بعض عشان نفهم ايه، او قلنا الماده ديت مش ماده شرح وشويه كلمتين بنقولهم وخلاص، احنا بنتناقش اهو حاجه ممكن تتعرضوا ليها فيما بعد، تمام؟ فانا قصدي ان في بعض الدراسات بتقول الكلام دوت، وفعلا على فكره الجروبس ديت في بعض الاشخاص ما بتجيش غير بكده، الشغل ده كده، تمام؟ فهي ديت الايه، ديت بتبقى من ضمن العناصر اللي موجوده عندنا. اللي هو ما تعمليش اللقاءات بتاعتك او اغلب اللقاءات بتاعتك تبقى اونلاين. عشان كده انا بقول ان الدراسه اونلاين فاشله بكل المقاييس بصراحه. لازم يكون في فيس تو فيس، او انا بقابلك عشان اعرف التعبيرات بتاعتك اللي موجوده عندك، تمام؟ عشان يبقى في بتاع دوت اللي هو الطلاق اللي موجود، او اشوف التعبيرات وشك هتبقى انت فاهم ولا مش فاهم، على عكس الاونلاين خالص، تمام؟ فده هو بيقول هنا ان الفريق ما ينفعش يعمل اغلب اجتماعاته اونلاين، لازم يكون في فيس تو فيس بتاع دوت كوميونيكيشن. نبدا في اولى خطوات المشروع بتاعتنا. اولى الخطوات بتاعنا بعد ما احنا كوننا الفريق، كوننا اسم الفريق اللي موجود عندنا، تمام؟ لازم نبدا الخطوات بتاعتنا بقى للمشروع بتاعي، تمام؟ الا وهي اول خطوه من خطوات المشروع ريكويرمنت ايه؟ جذرين، تمام كده؟ جنب المتطلبات اصلا يعني. فتعال نشوف ايه المتطلبات بتاعه المشروع نفسها، تمام؟ حد يعرف يصنفها لي كده؟ اهم حاجه المشروع اصلا عاوز يعمل ايه؟ يعني المشروع ايه الحاجات اللي انا عايز انفذها؟ لو هو برنامج حسابات، ايه اللي عاوز يحسبه؟ وايه الطريقه اللي هو عاوز يحسبها؟ والاشكال اللي هو عاوز يعملها؟ والفورمز اللي هو عاوز يطلعها؟ كل دوت اللي بنسميه فانكشنال ريكويرمنت. الفانكشن اصلا يعني لا، ما دي ريكويرمنت ولسه هنشوفها دلوقتي هنجيبها ازاي اصلا كمان. الريكويرمنت ديت من اصعب الحاجات في المشروع، تمام؟ الريكويرمنت جاذرنج دي من اصعب الاشياء. فخلينا نقول ان دلوقتي ديت اول خطوه ان انا اقسم الريكويرمنت بتاعتي اصلا لحاجه اسمها فانكشنال ريكويرمنت ونون فانكشنال ريكويرمنت. يعني ايه فانكشنال ريكويرمنت؟ يعني عاوز ينفذ حاجه معينه في المشروع، سيكونس معين عاوز يعمله، فانكشن معينه عاوز يعملها، داتا تتنقل بشكل معين في ايه، في المشروع بتاعي. يعني انا عاوز اول ما العميل يدخل، او اول ما المريض يدخل، لو احنا كنا في الفكره بتاعت او في المشروع المثال بتاع عياده الاسنان، اول ما المريض يدخل هيسجل بياناته. ايه البيانات اللي هو عاوز يسجلها؟ البيانات لو انا عاوز اشوف هو متابعه ولا هو جديد، هعرف ازاي؟ القايمه او التقارير اللي انا عاوز تطلع من البرنامج، ايه هي الاشكال دي كلها؟ فانكشنال ريكويرمنت. كل ديت انا عاوز البرنامج بتاعي ينفذ لي 1 2 3، البروسيسز بتاعتي 1 2 3 وهكذا، تمام؟ دي اللي بنسميها الايه، الفانكشنال ريكويرمنت. تعالى ندي مثال. فانا عندي ريكويرمنت تايبس ممكن نقسمها 3 اجزاء. عندي جزء معايا الفانكشنال ريكويرمنت، تمام؟ خليه في كده.
فانكشنال ريكويرمنت نون فانكشنال ريكويرمنت دومين ريكويرمنت. يعني ايه الدومين ريكويرمنت ده يا شباب؟ بالظبط كده اللي هو الموقع نفسه. لو الموقع نفسه عاوز تجهيزات او عاوز متطلبات تمام طبقا للمشروع نفسه او طبيعه المشروع لازم اعرفها، لازم اعرف الدومين بتاعي ايه. يعني مثلا بتاع المرور دوت اللي هو الاذونات اللي انت بتتكلم عنها، الاشارات المرور تبقى بشكل معين، الهاردوير اللي مطلوب هيبقى شكله بقى عامل ازاي عشان ابدا انفذ السوفت وير بتاعي اللي مطلوب او الريكويرمنت اللي انا عاوزها دي. فده اسمها الريكويرمنت الموقع، دي المتطلبات الموقع اللي انا شغال عليه. لو انا بعمل شبكه اتصالات مثلا يبقى هيبقى عندي التاور اللي موجود هيبقى بشكل معين بمسافه معينه، لازم يكون على حته بتاع ما يبقاش مقفوله بالسكان وهكذا. تمام؟ ايه هو الفانكشن ريكويرمنت اللي المشروع او السوفت وير ماست دو، تمام، لازم يعمله. زي ايه مثلا؟ يعني احنا عندنا الفانكشن ريكويرمنت بينقسم لحاجتين، يوزر ريكويرمنت وسيستم ريكويرمنت. بدايه الاناليست بقى دلوقتي، تمام، تعال ندي مثال كده. انا في سوبر ماركت، حلو، انا عاوز اعمل اي شيء لشركه، بلاش سوبر ماركت، لشركه عايز اعمل سيستم لشركه معينه. من ضمن الحاجات اللي موجوده في الشركه فواتير الشراء وفواتير البيع، تمام. فاتوره البيع بيبقى شكلها عامل ازاي؟ تعال نقول كده فاتوره بيع بيبقى مكتوب كده، فاتوره بيع اسم العميل، تاريخ العميل، تاريخ العمليه او تاريخ الفاتوره، ليه رقم مرجعي، كود الفاتوره، للفاتوره نفسها ماشي ولا للشركه، نعمل جدول بقى الاصناف، السعر الاول، سعر الوحدة وسعر الإجمالي، سعر إجمالي نسبة الخصم 100% وسعر إجمالي ماشي يا فندم. اسم الشركة طبعا، اسم الشركة نسبة الخصم على الفاتورة كلها مش على المنتج، تمام. اديها بقى تحت بقى هنا كده، سعر الوحدة. عاوز الاجمالي بقى، الاجمالي اسمه الاجمالي، الاجمالي لكل واحد. ده ابسط حاجة اهو دلوقتي، صح كده يا شباب؟ دي حاجة كده بسيطة خالص اهو. تعال نطلع دلوقتي بقى انا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ هل اصدار فاتورة بيع من فانكشن ريكويرمنت ولا نون فانكشن ريكويرمنت؟ فانكشن ريكويرمنت يعني حاجة من صميم الايه؟ المشروع بتاعي، حلو؟ فاتفقنا ان هو بيبقى حاجتين اتنين. يبقى اليوزر ريكويرمنت والسيستم ريكويرمنت. يعني ايه يوزر ريكويرمنت والسيستم ريكويرمنت الاول؟ اليوزر عايزه؟ ها؟ مثلا اللي انت عايز، لا مش هيبقى كده بقى، مش هتبقى اليوزر، يعني اليوزر هو مش عايز فاتورة بس، هو عاوز ايه في الفاتورة؟ ده مهم بالنسبة لي، تمام؟ زائد السيستم ريكويرمنت، السيستم عاوز ايه في الفاتورة؟ تمام؟ مش احنا اتفقنا ان ده ريكويرمنت مطلوب مننا او فانكشن ريكويرمنت. اليوزر بيبص لها ازاي؟ لدي بيبص للفاتورة ديت ازاي؟ والسيستم بيبص ازاي للفاتورة دي؟
هنشوفها دلوقتي، انا فاهمها لك دلوقتي. ها انتوا خدتوا الجوريزم صح؟ خدنا الجوريزم وخدنا داتابيس، تمام. خدنا مثال زي ده في داتابيس، صح الكلام؟ تمام. الفاتوره لازم يبص لها من ناحيتين، يبص اليوزر عايزها بانهي شكل بالظبط، يعني اليوزر ايه البيانات اللي هيبقى محتاجها، اليوزر اللي هو المقصود بيه اللي هو الكلاينت بتاعي اللي هو اللي هيشتري مني البرنامج بتاعي. فهو عاوز اسم العميل، تمام، تاريخ الفاتوره، كود الفاتوره، الرقم الضريبي، والاصناف بتاعتي، وهكذا. ده كده اسمه اليوزر ريكويرمنت. اليوزر بيبص للشكل العام لكن ما بيبصش كيفيه تنفيذها. السيستم بقى يبص لها من وجهه النظر الايه؟ التنفيذ، التنفيذيه. لازم عشان اعمل فاتوره يبقى لازم لها برايمري اي دي، برايمري كي، ولازم البرايمري كي دوت يكون يونيك ما يبقاش متكرر، ولازم يكون فيها اسم العميل. طب اسم العميل ده هجيبه من اسم العميل، لازم يكون جاي من 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 جدول تاني، ولازم يكون عندي بيانات بتاع العميل بتاعي عشان اختاره، وهكذا. فيبدا يبص للشكل بتاع الفاتوره اللي قدامي ده باكتر من ايه؟ من وجهه نظر. فوجهه نظر السيستم كيفيه تطبيقه، كيفيه سهوله وضعه في شكل ديزاين معين عشان يتنفذ، يتعمل له امبلمنتيشن. اليوزر يبص ليه الايتم نفسه بشكله اللي عاوزه يطلع بيه. فاهميني قصدي ازاي؟ فده وجهه النظر اللي موجوده هنا وموجوده هنا. ماشي الكلام؟ تمام. فعندنا مثال اهو بتاع اللايبراري. ده اللايبراري سيستم اللي موجود عندي. فطبعا اليوزر هيبقى يهمه ايه في بتاع منظومه المكتبه؟ ان الكاستمر بتاعه يعمل ايه؟ او اللي هو اللي جاي يشتري منه كتب. يلاقي ازاي يلاقي كتاب؟ يعمل سيرش. ان هو يعمل سيرش، انا عاوز، انا كيوزر دلوقتي انا عاوز لما الكاستمر بتاعي يجي يدور يسريش على كتاب، تمام، في المكتبه اللي عندي ايه؟ يعرف يلاقيه ويظهر له بالشكل الفلاني. ولكن السيستم يبص لها ازاي؟ هيحط الكتب دي ازاي اصلا؟ هيحط الكتب دي ازاي؟ هيعمل سيرش ازاي؟ بانهي الجوريزم؟ احنا خدنا داتا ستراكشر. هيعمل سيرش ازاي؟ تمام؟ وهكذا يبدا لازم يكون الكتاب ليه اي دي، لازم يكون السيرش دوت هيتعمل ببوكس ولا هيتعمل بتكست بوكس ولا هيتعمل ببطن ولا هيتعمل بدروب داون ليست ولا وات ايفر، تمام؟ فده الايه؟ السيستم ريكويرمنت. ماشي الكلام؟ امال ايه النون ريكويرمنت سيستم ده؟ او النون فانكشن ريكويرمنت؟ ايه النون فانكشن ريكويرمنت دي؟ ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني وانا بعمل فانكشن ريكويرمنت؟ ده مهم جدا، ان العميل اصلا مش عارف يوصل لي ايه اللي هو عايزه. دي مشكله كبيره جدا. هو يطلب حاجه زياده، دي ممكن اتناقش فيها. لا دي مش تبقى اهم حاجه، يبقى هو عارف. ودي من ضمن المشاكل المهمه قوي. تمام. يعني ده اللي هو فهم العميل وعدم شرح، يعني عدم فهم العميل اللي هو عاوزه وعدم فهمي انا للعميل اللي هو شرحه لي. تمام. دي مشكلتين مهمين جدا. يبقى ممكن فاهم المقصود؟ طيب انا دلوقتي العميل هو عاوز يعمل فاتوره بيع، حلو الكلام، ودي مش موجوده عنده، يعني في عمله الشكل عنده دلوقتي ده. فهو مش عارف يشرحها لي ازاي، مش عارف يشرح فاتوره العميل ازاي، فاتوره البيع ازاي، تمام. او هو شرح لي فاتوره البيع بالشكل اللي هو يقصده ولا فهمته غلط، فانا عملت حاجه غلط. اللي هو الشغل اللي انا عملته له او الاناليسيز اللي انا عملته له طبقا اللي انا فهمته منه بشكل خاطئ. فيبقى المشاكل اللي موجوده عندنا في الفانكشن ريكويرمنت حاجتين: يا اما العميل هو مش فاهم هو عاوز يعمل ايه اصلا عشان كده مش عارف يوصل لي المعلومه، يا اما هو شرح المعلومه وانا فهمته غلط كاناليست، تمام. فده المشاكل الموجوده عندنا. فاحنا بنلخص الليله دي كلها ان الريكويرمنت نفسه ما يبقاش ايه، يبقى امبيجوس، يبقى هو غامض،
يبقى مش واضح المعالم، يبقى مش منطقي ومش ابليكابل، مش ما ينفعش، مش قابل للتطبيق موجود عندي. تمام؟ فلازم ابقى حريص جدا وانا بعمل الريكويرمنت ديت، وهنشوف الطرق بتاعتنا دلوقتي زي ما احنا هنشوفها دلوقتي. تمام؟ ان انا اعرف اعمل بيها ريكويرمنت جازرنج اصلا ازاي. ماشي الكلام؟ كنت عايز اقول حاجه. بقول كنت عايز اقول حاجه. لا دي ليها حل، بس مش هي ديت الامبيجوس بتاعتي، مش ديت المشكله اللي موجوده عندي في المرحله دي. تمام؟ طيب ايه بقى النون فانكشنال ريكويرمنت ديت يا شباب؟ ايوه ماشي، زي ايه بقى؟ اديني صح اللي انت قلته. هي فعلا النون فانكشنال ريكويرمنت يعني مش في صلب المشروع. ماشي لا مش هي دي. طب استنى بس، حد بيقول هو حاجه، حد بيقول حاجه، حد بيقول حاجه قول. زي ايه؟ ما هو ماشي. ايوه فعلا. لا 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 صح، طريقه تخزين البيانات ولا تهمه. لا الواجهه دي مهمه جدا من الفانكشن. لكن نقول بقى ايه؟ نقول حجم البرنامج. تمام؟ ده نون فانكشن ريكويرمنت. لكن ايه؟ لكن مهم. يعني انا مش نون فانكشن ريكويرمنت معناه ان هو مش مهم، انا بقول ان هو مش في صلب الموضوع، زي ما الباشمهندس احمد صح؟ امير، زي ما امير قال، ان مش في صلب الموضوع نفسه. مثلا كل ده يعتبر ايه؟ كل فاكرين اللي انتوا قلتوه في الاول خالص، اللي هو عن اللي هو الحجم بتاعه يبقى صغير، يبقى الكوست بتاعه قليل، يبقى سريع، يبقى الترانزاكشنز بتاعته سريعه، السكيورتي، كل دي نون فانكشنال ريكويرمنت. هل معنى ان هو نون فانكشنال ريكويرمنت يبقى مش ضروريه؟ بالعكس، حاجات مهمه جدا، ولكن مش في صلب الموضوع بتاعي. بمعنى اخر ان يتم تطبيقها على جميع السوفت ويرز اللي انا عاملها اصلا. المفروض ان انا اطبقها على كل سوفت وير، مش ايه؟ مش ديديكيتد للمشروع اللي انا شغال عليه بس، بيبقى مش فانكشنال، مش في صلب المشروع بتاعي. فبنلخص الموضوع دوت، بنقول فين؟ اللي هي الميجرز. حاجه مش ممسوكه اصلا، النون فانكشن ريكويرمنت دوت، ده انا عايزه سهل. انا عايزه بسيط. انا عايزه واضح. يا سلام، يعني ما فين الميجر؟ يعني حاجه امسكها، حاجه ايه اعرف اقيس بيها. فاستخلصوا بعض الحاجات كده اللي انا ممكن استقل ايه؟ اقيس بيها الايه؟ النون فانكشن ريكويرمنت. فقال لك السرعه بتاعتي. كل ما كان سريع كل ما كان ايه؟ اقيسه ازاي؟ وهو ده بقى المهم. عامل القياس ايه؟ ان انا اقيسه دلوقتي بالبروسيسد ترانزاكشنز في بير سكند. العمليه بتاعتي ايه ترانزاكشن دول يا شباب؟ ايه اديني امثله. لا ايه ترانزاكشن؟ ايه ترانزاكشن؟ يعني ايه ترانزاكشن في البروجكت بتاعي؟ لا مش التنقل، الترانزاكشن مش التنقل. ايه بنسميها ايه ديت يا دي النيله؟ الانزيرت، الانزيرت والابديت والديليت، دول الترانزاكشن. تمام؟ ازاي لو انا بعمل اي اضافه في الداتا بيس، او اي ابديت في الداتا بيس، او اي الغاء او حذف في العنصر من عناصر الداتا بيس، بتاخد وقت قد ايه في الثانيه؟ بقيس اهو، يعني عرفت امسك حاجه اقيس بيها. تمام؟ اليوزر وايفنت ريسبونس تايم، يعني اليوزر ادى اكشن، ادى بتاع دوت اكشن، والمفروض يديله ريسبونس، يرجع له بريسبونس. تمام؟ بعد قد ايه؟ كل ده في التايم بتاعه. السكرين ريفرش تايم، الريفرشمنت للسكرين نفسها او للداتا اللي موجوده في السكرين تحصل لها وقت كل قد ايه؟ وقت قد ايه؟ او الوقت اللي بياخده في الريفرشمنت دوت. السايز، حجم البرنامج بتاعي بقيسه ازاي؟ بالميجا سايز. بقيسه ازاي؟ بالروم اللي انا محتاجها او بالرامات اللي انا محتاجها. طريقه سهوله الاستخدام. تمام؟ اقيسه ازاي سهوله الاستخدام دي؟ اقيسها بالتريننج تايم. تمام؟ اقيسها بالنمبر اوف هيلب فريمز،
يعني هل في وسائل مساعدة موجودة عندي أو فورمز موجودة للهلب موجودة مدعمة في المشروع بتاعي ولا لا؟ تمام؟ ريليابيليتي مرن، يعني ايه مرن؟ كلمة هلامية خالص. تمام؟ فقال لك انا ممكن اقيسها ازاي؟ بالمين تايم اوف تو فيلر. يعني ايه المين تايم اوف تو فيلر ده؟ يعني ايه الزمن المتوسط للسقوط؟ اللي هي الروبستنس. قلنا في الريلابيلتي. البروبابيلتي بقى احنا بنتكلم بس من دي مثال يعني. البروبابيلتي اوف ان افيلابيلتي يعني امكانيه او احتماليه ان هو يبقى مش موجود. المشروع بتاعي ده ما يبقاش موجود، ايه امكانياته؟ مثلا البنك محتاج توصيل بنت مثلا. يعني بيبقى محتاج حاجه معينه ويبقى في حاله عدم وجود الحاجه او المتطلب ده، هعمل فيها ايه؟ تمام؟ يبقى ده نون فانكشن ريكويرمنت، ولكن هو مهم جدا ولازم اكون عامل حسابه جدا. في عندي السكيورتي هنا كانت فين؟ ده تحت هنا بس مش عارف اطلعه. انت استنى البرزنتيشن ديت. في برزنتيشن دي. حاضر. ونجيب زوم ولا كده كويس؟ انتوا شايفين كده؟ لا طبعا. مفيش سكيورتي صح؟ بس مهمة يمكن ما كتبتش هنا بس. هنا الروبستنس بندي امثله بس. الروبستنس بيقول لك التايم تو ريستارت افتر فيلر، الوقت اللي بياخده لما ايه لو حصل فيه تهنيجه للجهاز مثلا او للسوفت وير بتاعي هياخد وقت قد ايه. البورتابيليتي. تمام؟ يعني ايه بورتابيليتي؟ سهل التنقل اللي موجود عندي اللي هو النمبر اوف تارجت سيستمز او البرسنتج اوف تارجت ديبندنت ستيتمنتس الموجوده عندي. فده بعض المعايير اللي ممكن اقيس بيها الايه؟ النون فانكشن ريكويرمنت اللي موجوده عندي. احنا كنا عاوزين نخش في الريكويرمنت. كفايه كده؟ احنا الساعه كام؟